زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري المعارض والتقى زعيمه أوزغور أوزال في خطوة هي الأولى منذ 8 أعوام. وتعيش تركيا مرحلة من الهدوء السياسي مع انخفاض حدة الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب والتي بلغت أوجها قبل انتخابات الرئاسة والبرلمان والبلديات. هذا المشهد هو الأول منذ حوالي 18 عاما. يلتقي الرئيس التركي وهو رئيس حزب العدالة والتنمية برئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال في مقر الحزب المعارض. يعتقد في تركيا أن هذه الصور تكرس مرحلة جديدة في العلاقات بين الأحزاب في ظل هدوء سياسي عقب سنوات من المشاحنات. وفي خضم عدد من الاستحقاقات الانتخابية زاد التوتر بين الأحزاب خلال الفترة الماضية وسط اتهامات بالخيانة والعمالة والفساد، وهو ما تصدر عناوين وسائل الإعلام المحلية. هذه الحدة غابت الآن مع رسائل إيجابية متبادلة بين أحزاب الحكومة والمعارضة. عبرنا عن رغبتنا للسيد رئيس حزب الشعب الجمهوري بتهدئة سياسية في المرحلة المقبلة. لم نكن يوما في صف الاستقطاب والصراع والتوتر. ندعو المعارضة لانتقادنا بصدق. على الطرف الآخر، غابت عن قنوات المعارضة نسبيا حدة انتقادات الحكومة التي كانت حاضرة خلال السنوات الماضية. رئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد ذهب أبعد من ذلك وانتقد استهداف اللغة العربية في لافتات المحال التجارية، وهو ما يعد تواؤما نسبيا مع مواقف العدالة والتنمية. تعيش تركيا الآن 4 سنوات قادمة ستكون خالية من أي انتخابات، وهي فرصة للهدوء ووقف تبادل الاتهامات بين عدد من الأطراف السياسية في الطريق ربما لتبديل التحالفات ووضع خطط سياسية جديدة لمرحلة جديدة. ربيع صعوب، المشهد، اسطنبول.